السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي النصر أمام نادي الميريا اليوم بإذن الله تعالى. طبعا النصر السعودي أم الميريا اللي هو تركي آل الشيخ صاحبه، ولكن الميريا طبعا الأسباني. النصر في مواجهة الميريا اليوم بإذن الله تعالى متابعين الكرام، الجمعة 9/12/2022، مباراة ودية ميعادها الساعة 2:15 أو 2:15 دقيقة عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 3:15 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 1:15 عصرا ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 12:15 ظهرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة كل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، المعلق حازم عبد السلام، ملعب المباراة استاد الأمير فيصل بن فهد الملز. كذلك عندنا قناة السعودية الرياضية الأولى، المعلق فهد العتيبي، وقناة الشارقة الرياضية، المعلق عبد الحميد الجسمي، وقناة روتانا الخليجية، والمعلق فهد العتيبي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.